السلطات النمساويه توضح اسباب اعاده فتح ملفات لم الشبل النمسا تمنح الادويه مجانا لغير المؤمن عليهم في النظام الصحي روسيا تكشف ادعاء النمسا حول ضرد صحفي وكاله تاس المستشار النمساوي يبحث مع وزير خارجيه الامارات علاقات التعاون والشراكه وانهيار أرضي يقتل طفلا ويصيب آخر بجروح خطيرة في شتايا مارك وأخيرا سيارة تدهس خمسة أشخاص في فيينا في حادث مروري مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة أعلنت وزارة الداخلية والخارجية في النمسا عن إعادة فتح أكثر من ألف ملف لم شمل للعائلات كانوا قد حصلوا على مراجعات إيجابية من مكتب اللجوء وبحسب جمعية أزول كوردناتسيون يشتبه أن تكون هذه الخطوات مدفوعة سياسيا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية حيث ألغت السفارات حوالي 100 موعد لإصدار التأشيرات مما اثر على نحو 400 شخص خاصه سفارات بيروت اسطنبول وطهران ويشتبه مكتب اللجوء في صحه الوثائق الصادره من سوريا وكان وزير الداخليه جيهارد كارنر قد اعلن عن زياده اختبارات الحمض النووي بسبب شبهات فساد في السلطات المحليه السوريه قدمت الحكومة النمساوية اليوم مشروع قانون يسمح للصليب الأحمر النمساوي بتوزيع الأدوية مجانا على غير المؤمن عليهم صحيا وتقدر المنظمات الاجتماعية أن أكثر من 25 ألف شخص في النمسا متضررين حاليا بما في ذلك المشردين وغير الحاصلين على تصريح إقامة سارية وقال وزير الصحة يوهانس راوخ يعيش العديد من الأشخاص في ظروف صعبة دون تأمين صحي وهم بحاجة ماسة إلى رعاية طبية جيدة ورحب رئيس الصليب الأحمر النمساوي جيرالد شويف بمشروع القانون مؤكدا على أهمية هذه الخطوة كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروف زاخروفا ان سفير النمسا في موسكو فيرنر الماهوفر استدعي قبل اسبوعين لتوضيح ادعاءات بلاده ضد الصحفيين الروس وافادت زاخاروفا ان الاجتماع استمر ساعه حيث حاول الجانب الروسي فهم طبيعه الادعاءات النمساويه لكن لم يتم تقديم اي تفاصيل واضحه وجاء هذا الاستدعاء على خلفيه طرد مراسل وكاله تاس ايفان بوبوف من النمسا وردا على هذا الإجراء أعلنت الخارجية الروسية سحب اعتماد صحفية من قناة أو أر إف موسكو تعبيرا عن إسيائها من التصرفات النمساوية غير الودية تجاه الصحفيين الروس استقبل مستشار النمسا كارني هاما الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجيه الامارات بحضور وزير الخارجيه النمساوي الكسندر شالنبرغ وتناول اللقاء الشراكه الاستراتيجيه الشامله بين الامارات والنمسا وسبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجاره والاستثمار والصناعه والثقافه والطاقه والعلوم المتقدمه كما ناقش الطرفان التعاون الثنائي ضمن المنظمات الدوليه واحتفالا بمرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين واشاد بن زايد بنمو العلاقات المبنيه على الثقه والاحترام المتبادلين كذلك تباحث الجانبان حول المستجدات الاقليميه والدوليه لقي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات حد فيه إثر انهيار أرضي بينما نجا طفل آخر بأعجوبة وذلك في بلدة سيجن دورف بيرج في شتايمارك مساء الأربعاء وكانت امرأة تمشي مع أطفالها عندما انهار حوالي ألف متر مكعب من التربة ما أدى لدفن أحد الأطفال ورغم الجهود الفورية لفرق الإنقاذ لم يتمكنوا من إنقاذ الطفل ولكن تم إنقاذ طفل آخر ونقله إلى مستشفى جراتس حيث حالته مستقرة وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالحادث احترازيا فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الأمطار الغزيرة قد تكون السبب في تشبع التربة بالمياه وإنهيارها أصفر حادث دهس في فيينا أوتاكرينج مساء أمس الأربعاء عن إصابة خمسة أشخاص ثلاثة منهم بجروح خطيرة حيث فقد سائق السيارة السيطرة عليها أثناء مناورة وأدى انحراف سيارة بي ام في واستضامها بالرصيف بصدم عددا من الأشخاص كانوا مجتمعين أمام مطعم وأفادت خدمة الإسعاف في فيينا بإصابة خمسة ريال ثلاثة منهم بجروح خطيرة واثنان بجروح طفيفة تتراوح أعمار المصابين بين 24 و 48 عاما وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة بعد تقديم الإسعافات الأولية حيث يرتب في إصابتهم بكسور متعددة ووجهت الشرطة إلى السائق تهمة إلحاق الأذى الجسدي بالإهمال كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعه امسيه سعيده والى اللقاء